للدرب غنى القلب. غنى القلب. من جديد أطفال ومواهب في أول مشاركة لهم في مهرجان الدرب للتسوق والترفيه في هذا العام 1440 هجري بعروض جديدة ومميزة. العروض تبدأ الساعة 9:30 مساء إلى منتصف الليل، وذلك يوم الجمعة 22 ربيع الأول بعد الانتهاء من افتتاح مركز عائلة التوفيق. يتجه الطاقم إلى هناك، الموقع بجوار حديقة أبو يحيى بالدرب. خليكم معنا يا أهل الدرب وزوارها. يا رب تخليها، يا رب تخليها، يا رب تخليها.